أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة نت مقتل وإصابة 4 من عناصر الشرطة الحكومية في انفجار سيارة مفخخة جنوب غربي كركوك. في المدى القضاء يعيد محافظ النجف إلى منصبه، ومحافظ واسط يهدد بكشف ملفات ردا على تحييده. في كتابات 13,000 ملف فساد مفتوح و450 مليار دولار خسائر اخطبوط العراق، هل يستطيع عبد المهدي قطع أذرعه؟ في الجزيرة نت بوتين وأردوغان يتفقان على تنسيق الحل في سوريا. في العرب الجديد سرقات كبيرة لمخصصات النازحين في العراق. في القدس العربي الجارديان تكتب إن حالة الديمقراطية الإسرائيلية القتل بحصانة والكذب بدون خوف من العواقب. والختام من صحيفة الحياة وفيها كوربين يأمل باستفتاء ثان على بريكزيت. الآن ننتقل وإياكم من العناوين إلى المقالات، والبداية مع صحيفة البصائر وفيها مقال مطلعه: الدراسة الأخيرة التي رفع الجيش الأمريكي عنها غطاء السرية بعد سنوات من العمل والبحث والتقصي، كما يقول مؤلفاها العقيدان المتقاعدان جو ريبورن وفراك سوبتشاك، تحدثت هذه الدراسة بصراحة عن حقيقتين هما في الواقع مشخصتان منذ أمد مبكر من الألفية الثالثة لدى القوى المناهضة للاحتلال الأمريكي. إحداهما تؤكد على استفادة إيران ذات الجرأة والأطماع التوسعية من وقوع العراق تحت سطوة الاحتلال وتداعيات التي نجمت عن ذلك، والأخرى تثبت عدم وعي القادة العسكريين الأمريكيين بطبيعة الديناميكيات الطائفية والاجتماعية والسياسية في البلاد، الأمر الذي قاد إلى تفاقم المشكلة على صعود عدة وألقت بظلالها على تقلبات المناخ السياسي ومخرجاته في العراق. مقال للكاتب جهاد بشير في صحيفة البصائر العراقية عن تقلبات المناخ السياسي في العراق. اللاعب الرئيس في تقلب المناخ السياسي في العراق هو الولايات المتحدة، فقد جربت الكثير من الحلول للخروج من المشكلة التي شخصتها الدراسة آنفة الذكر، وهو تشخيص قريب جدا مما تصفه الأوساط السياسية على اختلاف مشاربها بفشل العملية السياسية وعدم نجاح المشروع الأمريكي في العراق، إلا أن لواشنطن خططا بديلة دائما، فهي لا تمل من محاولات استثمار الوضع المضطرب وتوظيف مخرجاته المتخبطة بما يحقق لها ديمومة مشروعها من خلال إبقاء حالة لا استقرار في المنطقة وسير أنظمتها على غير هدى. الولايات المتحدة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تذوق هزيمة تفوق في نتائجها ما نالته في فيتنام، وجدت ضالتها في الصحوات التي منحتها حبل نجاة للخروج من المستنقع العراقي الذي ساقتها المقاومة للوقوع فيه. فقد تكونت الصحوات بفعل مدروس قام على إطلاق يد الميليشيات في 2006 وما بعدها لتعيث في بغداد وأحزمتها فساداً طائفياً وإجراماً إنسانياً. المناخ تقلب مجدداً هذه الأيام بسيناريوهات مشابهة يتابع الكاتب، فإعادة انتشار قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق عديدة من العراق مرفق بموجة من التطبيل الإعلامي الموجه والمدفوع في سعي لإشاعة مفهوم خادع آخر بأن القوات الأمريكية كابح قوي لجماح ميليشيات الحشد الشعبي التي تعد دولة إيران داخل العراق وأداتها الفعالة في الجانبين السياسي والأمني، خاصة وأنها تدعي بصفاقة لبس ثوب المقاومة
الذي لا يليق بها مطلقا، ولعل كمية السذاجة في المواقف والتصريحات التي طفت على المشهد مؤخرا في هذا الشأن تعكس حالة من الفوضى الفكرية والتصورية لدى كثير من الناس، سببها خلط الأوراق المتعمد والمغالطات التي دأب مشروع الاحتلال على الاستناد عليها لتمرير أجندته. الآن إلى مقال آخر وصحيفة أخرى، هي العرب اللندنية، وفيها: العراقيون غير المستأجرين لخدمة مشروع الخميني لا يرون لهم ولا لوطنهم ناقة ولا جملا في معارك الإيرانيين والأمريكيين على أرضهم، والغالبية العظمى منهم لن تستغفل هذه المرة ولن تزج في هذه المحرقة، بحسب مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي نشر في صحيفة العرب اللندنية، حيث جاء في مقاله: ملال طهران ووكلاؤهم العراقيون واللبنانيون والسوريون واليمنيون مصابون بغرور القوة وبالتعالي والاستهانة بالآخرين، ويباهون بولادة الدولة الفارسية التي تمتد حدودها إلى شواطئ البحر المتوسط والأحمر والخليج والمحيط، ويعيدون باستمرار توسعها ودوام جبروتها، ويهددون بأنهم سيقاتلون دول العالم كلها كبيرها وصغيرها لحماية مستعمراتها. العراقيون غير المستأجرين لخدمة مشروع الخميني فلا يرون لهم ولا لوطنهم لا حاضراً ولا مستقبلاً، لا ناقة ولا جملاً في معارك الإيرانيين والأمريكيين على أرضهم، ويمكن القول إن الغالبية العظمى منهم لن تستغفل هذه المرة ولن تزج في هذه المحرقة، وبأسهم بينهم وفخار يكسر بعضهم، خصوصاً وأن النظام الإيراني أذاق الملايين العراقية وأبناء طائفته في مقدمتها كل ظلم وإذلال، لم يبق في قلب عراقي شريف واحد رحمة به أو شفقة عليه، فقد سلط عليهم أفسد أبنائهم ذمة وأكثرهم خيانة وأقلهم وطنية ورجولة، وأفسد عليهم هو ووكلاؤه وقادة أحزابه وميليشياته هواءهم وماءهم ودواءهم، جاعلا من دولتهم وطن الخرافة والخوف والموت والجهل والجوع. ألم يضعه في آخر قائمة الدول الفاشلة؟ يضيف الكاتب إبراهيم الزبيدي: أوكل ترامب لبنيامين نتنياهو مهمة تدويخها في سوريا وإنهاكها وضرب هيبتها، فيما أخذ هو على عاتقه تدويخها في العراق وإخراجها منه بكل وسيلة متوفرة، ويبدو أن هذا هو الذي أشعل جنون الملال ودفع بهم إلى تكليف وكلائهم العراقيين بالدعوة إلى إخراج القوات الأمريكية والإفتاء بمشروعية قتالها. الآن إلى صحيفة المدى ومقال لناصر حجاج، وفيه: وجدت الجامعات في البلدان الغربية لتصنع تطور، ووجدت الجامعات في بلداننا لتواكب التطور، حتى جاء الإسلام السياسي بعد إسقاط نظام صدام ليعلن عداءه لمصادر التعليم والبحث العلمي، ويجب القضاء عليها بكل الوسائل ويقضي على ما تبقى من دور الجامعات العراقية، ويحولها خلال 15 سنة إلى مصانع لإنتاج العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات، بحسب الكاتب ناصر الحجاج في مقال له منشور بصحيفة المدى حول الجامعات العراقية وتسلط الميليشيات عليها. حين نعرف كيف حولت حكومات الإسلام السياسي جامعات البلاد إلى مجرد هياكل خاوية من العلم تجمع بين حيطانها طلبة مفرغين هدفهم نيل الألقاب العلمية لا الإسهام في قيادة البلاد في مختلف قواها الإدارية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية الإنسانية، ندرك جيداً لماذا لا نعثر على جامعة عراقية واحدة ضمن أرقى 1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات في بلدان العالم. لم يعد السكوت ممكناً على ما يجري من عمليات تحويل المؤسسات الأكاديمية إلى حقول دواجن،
لقد عجزت المؤسسة الجامعية في العراق عن خلق وعي ثقافي بضرورة الحياة المدنية وبالحاجة إلى نبذ عسكرة المجتمع وسوق المدنيين للقتال بدلاً عن التشكيلات المسلحة للمؤسسات الأمنية العراقية، فيما عجزت كذلك عن صنع القادة الأمنيين والاقتصاديين والثقافيين الذين يتولون إدارة الوزارات الأمنية والاستخبارية. ثمة ما يدعو إلى التفاؤل، يضيف الكاتب، لأن قبضة الإسلام السياسي بدأت تخفف خناقها على المؤسسة الجامعية، ليس رحمة بالعراق وإنما بفعل الوعي الطلابي وبفضل الانفتاح المعرفي والثقافي الذي أمنته المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. لعل قليلا من البراغماتية سيدفع الأساتذة والطلاب في الجامعات العراقية إلى التفكير بطريقة واقعية عملية أكثر تجعلهم يرتقون إلى مستوى التحديات بحسب الكاتب. الآن مشاهدينا الكرام إلى مقال منشور في صحيفة الزمان، ومطلع المقال: انتهت 100 يوم من عمر المنهاج الحكومي، ومتوالية الأحداث العراقية ما زال عقرب ساعتها متوقفا عند حافات حادة لمفاسد المحاصصة، جعلت هذه المفاسد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمام استحقاقات الملاحقة المباشرة لإدارة مخاطر مرجحة، أبرزها ملف البصرة الذي سبق له الإطاحة بآمال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بولاية ثانية. وفي ذات الوقت ما زالت التشكيلة الوزارية غير مكتملة، فيما رفع عبد المهدي شعار مكافحة الفساد في إتاحة المعلومات عن رواتب الرئاسات الثلاث، في وقت تبقى هذه الامتيازات عثرة أمام أي إصلاح إداري مطلوب. كل ذلك يكرر السؤال المحوري عن الحبل المشدود لحكومة عبد المهدي والمخاطر التي تواجهها. هذا ما جاء في مقال للكاتب مازن صاحب في صحيفة الزمان العراقية. لا أعتقد أن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سيكون الحل السحري للانتهاء من مفاسد المحاصصة، فهذا التشكيل لن يكون أكثر من مجرد غطاء آخر لإدارة ملفات الفساد التي يفترض أن تدار من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتعاون مع القضاء متمثلاً في الادعاء العام وقانونه المجمد حتى الآن. لكن فهم الأمور كنموذج للمحاصصة يجعل عبد المهدي يبحث عن جدوى في رقع تنظيمية لهذه الإجراءات، وإن كان يعرف مع جمهور من مستشاريه أن هذه الرقع لا تسد فجوة مفاسد المحاصصة، والكشف عن رواتب الرئاسات الثلاث لا ينفع في إثارة الرأي العام العراقي، كون هذه المعلومات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حتى بات الحديث عن امتيازات الرئاسات الثلاث يرد عليه من قبل البعوض الإلكتروني لبعض الأحزاب بإثارة النعرات الطائفية والتضليل المجتمعي لإعادة تأطير الإجراءات الحكومية. يتابع الكاتب مازن صاحب قائلاً: تمثل المواقف الإقليمية والدولية القيمة المضافة في اتجاهين متعاكسين لحسابات الثابت والمتغير في الخطوات المقبلة لجميع الفرقاء العراقيين وأبرزهم رئيس مجلس الوزراء، فالمطرقة التي يريد أن يضرب بها مفاسد المحاصصة هي ذاتها التي يمكن أن تستخدم ضده، وجميع الآمال التي تروج عن طرح ملفات كبرى للفساد أمام المحكمة تتعثر بهذه المفاسد. ويبدو أن حكومة السيد رئيس الوزراء تحتاج إلى طاقات إبداعية متجددة في نقل مفردات المنهاج الحكومي إلى برامج عمل، وإلا لن يكون أكثر من مجرد حبر على ورق بحسب الكاتب. إلى مقال آخر منشور في صحيفة العربي الجديد، وفيه وقعت ثمانون شخصية من الوسط الباريسي الثقافي على عريضة يدينون فيها فكرة إنهاء الاستعمار التي يدعو إليها حزب السكان الأصليون للجمهورية.
والذي يطالب الحكومات الفرنسية منذ تأسيسه في 2005 بمساواة الفرنسيين المهاجرين من أصول عربية وإفريقية وغيرها من سكان الضواحي بالمواطنين الفرنسيين الآخرين في إطار القيم الجمهورية. ويدعي الموقعون على العريضة أن هذا الحزب ومعه جمعيات من المجتمع المدني وبحجة مفهوم إنهاء الاستعمار بين معترضتين، يدعون أنهم يهدفون إلى الهيمنة ويثيرون فكرة العرق، ناعتين شخصيات معروفة مثل مارديا بأن ما يقولونه محض هراء وأن المحيط الإعلامي الحديث يعطيهم الكلام، وفق مقال الكاتبة ولاء سعيد السمرائي المنشور لها في صحيفة العربي الجديد. تأتي هذه الدعوة في عهد الرئيس ماكرون، وسبقتها إجراءات اتخذها قبله الرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند. وبينما استهدفت الإجراءات السابقة من الداخلية الفرنسية كل ما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني ومحاربة أنشطة بشأنهما وأحياناً اعتقال نشطاء حملة المقاطعة ضد إسرائيل، فإن هذا البيان الذي نشرته مجلة لوبوان وقع عليه ناشطون عديدون في المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان من السود وضد التمييز العنصري الذي تتزايد حدته في فرنسا منذ سنوات. ولعل استهداف الجمعيات الناشطة في هذا الميدان ما هو إلا حجة لمنع توسع حملة مقاطعة إسرائيل المتزايدة في أوروبا وفي الجامعات الأمريكية، وأصبحت مصدر قلق للدولة العبرية. ولاء سعيد السمرائي تتابع في صحيفة العربي الجديد. إن تحليلاً سريعاً للخطاب الذي وقعته المجموعة نفسها التي تحتل المشهد الثقافي الباريسي الإعلامي منذ عقود، ومعها أو ملها الجمهور الفرنسي من كثرة تكرارها الموضوعات نفسها في الدفاع عن الاحتلال وسياسة حكومته، وخصوصاً تأليب الشعب الفرنسي بعضه على بعض ودعم الشخصيات العنصرية حصرياً ضد العرب والمسلمين. إن هذا التحليل يظهر تناقضات هذه المجموعة ونياتها السيئة والمقصودة ضد جزء من الشعب الفرنسي، أي الفرنسيين من أصول عربية. ولن تكف هذه النخبة عن حربها لليوم ولا غداً، فهي مستمرة ما دامت الحرب قائمة في منطقتنا. إلى صحيفة الوطن العمانية والمقال المنشور فيها ومطلعه في 29 من مارس القادم الساعة 11 مساء بتوقيت غرينتش، تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. كيف يحدث ذلك؟ تلك هي المعضلة. بعد أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة بريطانية في تاريخ البلاد وبأغلبية كبيرة، تلقت تريزا ماي هزيمة قاسية في مجلس العموم بعد رفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع التكتل الأوروبي، وأسابيع قليلة متبقية على خروج ما يسمى بريكست، ولا يوجد اتفاق نافذ حتى الآن، ما يهدد بريطانيا بعواقب اقتصادية كارثية ويدفع بها إلى المجهول. مقال حول موقف بريطانيا المحرج كتبه فوز رمضان في صحيفة الحياة. فشل الحكومة البريطانية في هذا الملف يوصف بالوضع المهين وأشبه بالأزمة القومية. هذا التخبط غير المسبوق يؤكد تراجع النفوذ البريطاني عالمياً، حيث الخروج البريطاني غير المنظم سيعود عليها بنتائج سلبية وكارثية. كذلك يتسبب في حالة من الركود وتقلص حاد في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعرض آلاف الوظائف للخطر. حالة من القلق والارتباك تسيطر على استثمارات 4 ملايين أوروبي مقيم في بريطانيا. ثم ماذا عن قوانين السوق الأوروبية المشتركة وحرية التنقل لمواطنيها الأوروبيين؟ وماذا عن الإعفاءات الجمركية في التبادل التجاري داخل حدود الاتحاد؟ حالة من الارتباك
تسببت في انهيار السوق العقاري وهروب 9 مليارات دولار خارج بريطانيا، لدرجة أن الأطباء البريطانيين حثوا الحكومة على الكشف عن مخزون الأدوية الوطنية وسط إدانة متزايدة من أشخاص يقومون بتخزين الأدوية استعداداً للخروج من التكتل الأوروبي. الفوضى السياسية عنوان الوضع الحالي داخل مؤسسات الدولة البريطانية، والشك ما زال يساور الشارع البريطاني الذي لا يعلم كيف ستغادر بلاده التكتل الأوروبي. حزب العمال البريطاني المعارض يدعو إلى إجراء استفتاء جديد بشأن البريكست، ويعد أنه الخيار الوحيد المتبقي حال رفض تريزا ماي خطة الحزب الخاصة بالانسحاب، ويقترح الحزب قبول الحكومة لعلاقة اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي أو إجراء تصويت عام. ويتأزم الموقف أكثر عندما أعلن جيرمي كورين زعيم الحزب أنه يعتزم التقدم بطلب جديد لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء قريباً. إلى الخبر المنوع الذي اخترناه لكم، وهو عن أدليمية، وهي أكلة شعبية الأشهر في الأنبار، حيث نشر موقع الجزيرة نت تقريراً حول هذه الأكلة. جاء فيه: أدليمية التي اشتهرت بها محافظة الأنبار اكتسبت تسميتها من عشائر المحافظة ذاتها التي كانت منضوية تحت اسم لواء إدليم في عشرينيات القرن الماضي. يشتهر عشائر الأنبار وتحديداً أدليم بإعداد هذا الطبق، حتى التصقت تسميته بهم ولو قدم خارج محافظة الأنبار. أدليمية عبارة عن قطع كبيرة من لحوم الأغنام تعلو كميات من الأرز المخلوط بالجوز واللوز، يغطي الخبز الذي يقطع بأحجام مختلفة ويغمر في حساء اللحم أو ما يسمى بالتشريب كما يعلم العراقيون، لتصبح هذه المكونات بهذا الترتيب على طبق يسمى الصينية، لا يستطيع حملها رجل واحد لحجمها ووزنها الكبيرين، لا سيما عند تقديمها، وقد تختلف كوليمة خاصة في المناسبات. إلا أن طبق أدليمية لا يختلف ويبقى حاضرا في كل مناسبة. خبر يفتح الشهية حقا الآن، إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.